وإذا قلت السلام فاعلم أن طريق السلام عند الله. هذه كلمة يتبجح بها بعضهم، لكن السلام الحقيقي أن تكون مع السلام. سلامتك سلامة جسمك، وسلامة سمعتك، وسلامة زوجتك، وسلامة أهلك، وسلامة أولادك، وسلامة عملك في طاعة الله عز وجل. المعنى الثاني أن اسم السلام يعني أنه ذو السلامة لعباده، والحديث في هذا الباب يطول وكثير، نأخذ بعض الشواهد. العظم يكسر، الإنسان حينما يولد ينمو عظمه، فإذا وصل إلى حد معين توقف النمو. من الذي أوقف هذا النمو؟ هو القابض الباسط. لولا أن يقف النمو لكان هناك مرض خطير هو العملقة. وقف النمو، كسرت الرجل، الخلايا نائمة تستيقظ بعد 40 عاما وتلتئم وحدها. إذاً نظام التئام العظام، نظام ترميم العظم، نظام هجوع الخلية العظمية ثم استيقاظها من أجل أن تلتئم، هذا من أجل سلامة الإنسان. إذاً هو السلام. الإنسان يمشي، قدمه لطيفة بفضل جهاز التوازن الذي في أذنه. هل يمكن أن يقف ميت على قدمين؟ مستحيل مستحيل. أما الإنسان الحي يقف بفضل جهاز التوازن، قنوات نصف دائرية ثلاثة فيها سائل فيها أهداب، الإنسان إذا مال السائل يأخذ وضع مستوي تماما، فإذا مال الإنسان ارتفع السائل في جهة ومس أهدابا معينة فأشعر الدماغ أنه اختل التوازن، يعيد التوازن. بهذه الطريقة لك رجل لطيفة، لولا جهاز التوازن تحتاج إلى رجل قطرها 70 سنتي كالتماثيل التي توضع في المحلات التجارية لتعرض عليها الألبسة، انظر إلى قاعدتها 70 سنتي. وإذا مشيت في الطين صار كل رجل وزنه 8 كيلو. شوف الله لطيف. والسلام ذو سلام لك، في بالعظام أعصاب حس. لماذا؟ لا يمكن أن نحتاج إلى أن نحس في نقي العظام، لكن في عصب حس. لماذا؟ قال لأن الإنسان إذا كسرت رجله أو يده من شدة الألم الذي يتولد من عصب الحس يبقي يده على حالها، وأن يبقي يده على حالها هذه 4 أخماس العلاج. هذا أيضا من اسم السلام. الشعر والأظافر ليس فيها أعصاب حس. جهاز المناعة المكتسب، جيش، خلايا بيضاء استطلاع، خلايا بيضاء تصنع السلاح، خلايا بيضاء تقاتل، خلايا بيضاء شعبة الهندسة ترمم وتنشئ الجسور وتنظف أرض المعركة، وفرقة المغاوير هذه من أجل أن تلتهم الخلية السرطانية في وقت مبكر. هذا الجهاز من أجل سلامتنا. وهذا الجهاز الآن شغل العالم الشاغل، لأن الانحلال الأخلاقي والشذوذ يعطل هذا الجهاز. لو استأصلنا كلية وتسعة أعشار الكلية الثانية، عشر الكلية الواحدة يكفي لتنقية دم الإنسان من حمض البول. كم احتياط معه؟ يعني أحدث المركبات مع عجل احتياط واحدة في بالكليتين 20 ضعف احتياط من أجل سلامتك. الشرايين من الداخل،
الأوردة من الخارج من أجل سلامتك. لو أن الشرايين من الخارج والأوردة من الداخل والإنسان أصابته ضربة سكين لخرج دمه في ثواني. حدثني أخ طبيب قال لي قوة دفع الدم لو فتحنا شريان ينطلق الدم 12 مترا، فكل الشرايين داخلية وكل الأوعية التي ترونها خارجية إلا وعاء واحد هنا من أجل أن تقيس نبضك، هذا شريان وعاء صغير من أجل أن تقيس النبض، هذا شريان، يعني شيء لا يصدق. الدماغ موضوع بصندوق عظمي، وبين الصندوق والدماغ سائل، والنخاع الشوكي موضوع بالسلسلة الظهرية الفقرات، والرحم بين عظام الحوض، وهذا مكان مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، والعين ضمن محجر. لو أن العين على الجبين كم طفل ينجو بعينه؟ ولا واحد. لو وقع على وجهه العين في مكان أمين. القلب في القفص الصدري، الدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري. وأخطر معامل بالإنسان معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام، والرحم في الحوض، والعين في المحجر، والقلب في القفص الصدري. من أجل سلامتك والله أيها الإخوة، الحديث في هذا المجال لا ينتهي. كل شيء في جسمك من أجل سلامتك. بالعين في ماء مادة مضادة للتجمد، من أجل أنك إذا ذهبت إلى بلاد بعيدة والحرارة صفر أو دون الصفر، من أجل ألا يتجمد ماء العين أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد من أجل سلامتك. إذن هو ذاته سلمت من العيوب، وخلقه من أجل السلام الذي يتمناه الإنسان لنفسه. النبات لو أنك امتنعت عن أن تسقي شجرة تستهلك ماء الأوراق أولا، وكأنها تقول لك أنا عطشة اسقني، فإذا لم تسقها تستهلك ماء الأغصان، فإن لم تسقها تستهلك ماء الفروع، فإن لم تسقها تستهلك ماء الجذع، فإن لم تسقها تستهلك ماء الجذر. آخر ماء تستهلكه ماء الجذر. لو أن الآية معكوسة ونسي الفلاح أن يسقي الشجرة يومين تموت، ينساها شهر أحيانا. آخر ماء تستهلكه الشجرة ماء الجذور. إذا الله عز وجل ذو سلام. الآن أنت ما علاقتك بهذا الاسم؟ إن دعوته يعطيك سبل السلام، السلام مع نفسك، والسلام مع أسرتك، والسلام مع الآخرين، والسلام مع من حولك، والسلام بصحتك، إن دعوته وإن طبقت شرعه يهديك سبل السلام. أخواننا الكرام، المؤمن في سلام ما دام مطبقا لمنهج الله، هو في سلام، في راحة، ما كذب، ما غش، ما أكل مال حرام، ما في عنده مشكلة، طبق منهج الله فسلمت سمعته، وسلم جسمه، وسلمت أسرته. اختار زوجة مؤمنة سلمت حياته الزوجية من النكد الزوجي، ربى أولاده تربية صحيحة سلم من عقوق الأولاد. يعني إن دعوته
منحك السلام، وإن ذكرته منحك السلام، وإن طبقت منهجه منحك السلام. والسلام مع نفسك ومع الخلق ومع الله عز وجل. لذلك قيل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في القرآن الكريم. والقلب السليم هو أعظم عطاء تناله من الله في الدنيا، هو سبب سلامتك وسعادتك الأبدية. والقلب السليم القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله، ولا يعبد غير الله. الله عز وجل هو القدوس السلام المؤمن، السلام. إن أطعته فأنت في سلام، وإن ذكرته فأنت في سلام، وإن دعوته فأنت في سلام. وفي سلام يبدأ من نفسك وينتهي إلى ربك. فالسلام ذو السلامة، سلمت ذاته من العيوب، وصفاته من النقائص، وأفعاله من الشرور. وذو السلامة لعباده بخلقه وبأمره. وإذا قلت السلام فاعلم أن طريق السلام عند الله. هذه كلمة يتبجح بها بعضهم، لكن السلام الحقيقي أن تكون مع السلام. سلامتك، سلامة جسمك، وسلامة سمعتك، وسلامة زوجتك، وسلامة أهلك، وسلامة أولادك، وسلامة عملك في طاعة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.